لسه مع حضراتكم في البيت الكبير، فقرتنا الأخيرة مع اتنين من أهم نجوم النادي الأهلي ومنتخب مصر الحقيقة لكرة اليد السابقين، الكابتن محمد عبد الله نجم الأهلي السابق لكرة اليد، والكابتن محمد عبد الوارث أيضا نجم الأهلي السابق لنفس اللعبة. بنرحب بيكم، كلام كتير جدا مع اللعيبة في كل حاجة ليها علاقة بمنتخب مصر لكرة اليد ومونديال كرة اليد والافتتاح طبعا المبهر ومباراة منتخب مصر أمام منتخب تشيلي والفوز بنتيجة 35-29 ونظامها، المنتخبات المشاركة، فرص منتخب مصر السنة دي عاملة ازاي؟ برحب بحضراتكم مرة تانية، برحب بيك يا كابتن عبد الله، برحب بيك يا كابتن عبد الوارث. كابتن منورين البيت الكبير وشرف تكونوا موجودين معانا. انتوا يعني من رجال كرة اليد اللي كان ليهم باع طويل جدا في هذه اللعبة اللي أثرت بقى دلوقتي بقت لعبة شعبية على مستوى كبير جدا، وخاصة من 2001 عندنا كواليس كتيرة جدا وعندنا حكايات. نظرتكم الفنية إيه لمنتخبنا إن شاء الله؟ لكن يعني أطلع تقرير، والتقرير ده خاص جدا بمدى الإعجاز والإنجاز اللي عملته مصر في افتتاح هذه البطولة العالمية كرة اليد للمرة 27. نشوف تقرير عن افتتاح هذه البطولة الغالية، بطولة كأس العالم لليد رقم 27. وسط أجواء احتفالية مبهرة عكست في مجملها الحضارة المصرية القديمة والتقارب بين الشعوب والحضارات، تم افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد في نسختها 27 أمس الأربعاء في مهد الحضارة مصر، بحضور عدد كبير من مسؤولي العالم يتقدمهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي أعلن عن انطلاق البطولة رسميا. ورحب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بالضيوف جميعا، وأكد على أن استضافة هذا الحدث الكبير يعطي رسالة أن العالم أصبح قادرا على التعايش في ظل الوضع الجديد بسبب جائحة كورونا، وشدد على ثقته في أن كل شعوب العالم ستتجاوز هذه المحنة وتخرج منها أكثر ترابطاً وتماسكاً في مواجهة مثل هذه التحديات، وستكون كذلك أكثر فهماً لمبدأ التعايش السلمي والأمن بين الجميع. وبدوره أثنى الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد على الاستعدادات المصرية الكبيرة لاستضافة البطولة والتجهيزات التي قامت بها مصر من أجل تنظيم بطولة تنال احترام وإشادة العالم في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها كوكب الأرض مع تفشي فيروس كورونا المستجد وتسببه في إلغاء الكثير من البطولات والفعاليات العالمية. وبعيدا عن التنظيم الجيد والرائع والذي أكد أن إرادة مصر صلبة ولا يمكن أن تنكسر أمام أي شيء، فقد أبهر منتخب مصر الأول لكرة اليد العالم كله في المباراة الافتتاحية بعد الأداء المميز الذي ظهر عليه ونجاحه في تحقيق الفوز على نظيره منتخب تشيلي بنتيجة 35-29، ليؤكد عزمه على المنافسة بقوة على تحقيق إنجاز يذكر في هذه النسخة من البطولة العالمية. كما لفت الأنظار خلال المباراة عدد من نجوم منتخب يد الفراعنة، في مقدمتهم الموهوب يحيى الدرع الذي توج بلقب أفضل لاعب في المباراة من قبل اللجنة المنظمة للمونديال. وكان الانتصار على تشيلي هو الأول لمنتخب مصر لليد في مباراته الأولى في المونديال منذ نسخة 2015 حينما تغلب على الجزائر بنتيجة 34-20. الحقيقة أنا عايزة أبدأ معك باتن باللي جاء على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي لما اتكلم عن أنه هذا الحدث التاريخي بينظم لأول مرة، وأن احنا علينا أن نتعايش في ظل هذه الظروف مع جائحة كورونا يا كابتن عبد الله، وده دي فرصة للتعايش حتى يعني التعايش السلمي والأمني بين الجميع، وده مهم جدا، كلام مهم جدا وضروري في هذا التوقيت وبيعطي رسالة مهمة للعالم أجمع. كابتن عبد الله، هو طبعا بتشرف مع حضراتكم في من خلال البرنامج يعني، واحب اوضح للساده المشاهدين ان كون ان البطوله تبقى على ارضنا في ظل الجائحه بتاعت كورونا على مستوى العالم كلها، وان احنا نقول للناس ان مصر في امان ونقدر ان احنا نعمل بطوله يتحاكى بيها الدول المشاركه، دي حاجة كويسة طبعا، وبتدي انطباع لمدى حضارة مصر
ومدى قوه مصر على المستوى الدولي. طبعا حاجه كويسه طبعا ان تقام البطوله على في مصر هنا في ظل الجائحه دي. فطبعا تبقى حاجه كويسه. كان نفسنا طبعا يكون البطوله بجمهور عشان نثبت للناس ان احنا فعلا شعب متشوق لرياضه زي رياضه الهاندبول. بس طبعا الظروف جت على اساس ان برضو امن زياده او امن اكتر بالنسبه للفرق المشاركه. فطبعا نتمنى ان من خلال المشاركه بتاعت مصر ان احنا نوصل للادوار النهائيه ونبقى على مستوى الحدث ان احنا نقدر ان احنا ننظم وان احنا نبذل اقصى جهد ان احنا نبدا يعني ان احنا نخش ضمن المنتخبات الكبيره اللي على مستوى اللعبه. طبعا اخر بطوله كان عندنا فيها مركز ثامن، فاحنا كنا نامل ان من خلال الجمهور ان يحصل تطور في الاداء بتاع اللعيبه بحيث ان احنا نوصل للادوار النهائيه في ظل الجمهور المشارك. ده حقيقي. هي مسابقه ليها كمان، البطوله دي ليها يمكن اول مره في تاريخ البطوله بتقام ب 32 فريق، ودي اول مره تقام، وده كان تحدي اخر لمصر. لك الحمد لله يعني الامور لغايه دلوقتي ماشيه اكتر من رائعه. طبعا احنا عارفين المنتخب التشيكي اعتذر والمنتخب الامريكي أمريكا. ودخل مقدونيا مكانه هو والمنتخب السويسري. كابتن عبد الوارث، عايز اشوف او اسال حضرتك في نقطتين. شفت ازاي الافتتاح من خلال الاحتفاليه يمكن الصغيره شويه لكن كان اداء اكتر من رائع على جانب التنظيم، وعايز اعرف راي حضرتك كمان في مجموعتنا، المجموعه اللي احنا بتقع فيها مصر، وبدايه او انطلاقه منتخبنا بالفوز على المنتخب التشيلي يعني بفارق 6 اهداف. اول حاجه طبعا بالنسبه للافتتاح، طبعا انا يعني من وجهه نظري طبعا هو مش افتتاح اللي هو بالكم اللي كانت الناس كانت مستنياه، طبعا للظروف اللي احنا موجودين فيها، بس طبعا حاجه مشرفه، حاجه احنا بنقول كده يعني هو حاجه سيمبل كده جميله بالنسبه لنا. صحيح. تشرف بلدنا. هنرجع نتكلم على المجموعه بتاعتنا. مجموعه مصر معانا سويد، معانا بدل تشيك دخل مكانها مقدونيا، تشيلي. كانت بدايتنا مع تشيلي وضع طبيعي، المستوى اللي ظهر بيه المنتخب المصري في ماتش تشيلي ده وضع طبيعي، الناس ما تقلقش منه. في الوسط ان احنا منتخب ما عملش اي فتره اعداد، هو مجرد ان هو كان تجمعات موجوده هنا، هو لعب ماتشين مع اليابان والبحرين، مع اليابان ومع البحرين، ما كانش فيه كم من ماتشات او اللي هو الفكر اللي كان المدرب كان حاطه او البرنامج اللي كان محطوط ان هو في معسكرات خارجيه، في بلاد هنسافر فيها، في بلاد هتجيلنا. طبعا كل الكلام ده في ظل الكورونا توقف كل الحاجات دي، ده بالنسبه للمنتخبات كلها. فده اللي بين شكل المنتخب مش المستوى اللي كان الناس كانت متوقعه، بس ده وضع طبيعي ان هي كبدايه لينا في البطوله مع ماتش تشيلي، ماتش فرقه متواضعه، فرقه مش التوب اللي هي الموجوده من المنتخبات، فدي بدايه بتبقى بالنسبه لنا احسن، اللعيبه تبدا تستوعب تاني وتبدا ترجع، تبدا تخش جو البطوله. وطبعا تاثير الجمهور ده كان واضح جدا، ان اللعيبه يعني واحنا بنلعب موضوع الجمهور طبعا بالنسبه لنا بيفرق 360 درجه، ان انت بتبقى قاعد مستني ان انت جاي، الناس اللي جايه لك دي انت عايز تخليهم يروحوا مبسوطين وفرحانين. فطبعا بالنسبه لنا دي كان حصل برضو صوت تاثير الجمهور نفسه يعني. بالظبط، هو بيأثر كتير جدا اللعيبه في الملعب. صحيح. وبيدي احساس ان الواحد لما كمان لما بتلعب على ارضك وفي وسط جمهورك هنا بتحس بامان اكتر، فبتبقى تبذل اقصى جهد عندك على اساس ان تطلع كل حاجه عندك في خلال المباراه. صحيح. طبعا زي ما قال الكابتن محمد، الماتشين بتوع البحرين والماتشين بتوع اليابان ما يقدروش يخلي المدرب يقف على تشكيله معينه او ان هو يقدر يلعب بالشكل الامثل، لان طبعا برضو المباريات الوديه بيبقى لها عامل كبير في الخطه بتاعت الاعداد. كون ان يحصل البدايه تبقى بالشكل دوت مثلا شويه، ممكن حصل دروب في بعض الاوقات في المباراه على اساس برضو ان احنا خدنا طمانينه ان الفرقه اللي قدامنا مش بالمستوى اللي هو، فقدرنا ان احنا برضو من خلاله ان المدرب يوزع الحمل بتاع المباراه على اللاعبين كلها،
وفي نفس الوقت بيريح اللعيبه. فده برضو حاجه كويسه ان كله خد احساس الملعب وكله بدا ان هو يشارك. طبعا المباريات اللي جايه ليها حسابات ثانيه اكيد، ماتش مقدونيا ان شاء الله يعني يبقى في فوز باذن الله يقدر يدخلك على ماتش السويد، وانت برضو ايه يعني عندك دافع ان انت تقدر تطلع اول مجموعه وتبقى حاجه كويسه، تقدر تصعد بالنقاط بتاعتك من الادوار التمهيديه للدور الثاني. عايز اتكلم عن فرص مصر في مجموعتها خاصة بعد ما تم استبدال تشيك بمقدونيا الشمالية، بس حضرتك اتكلمت في جزئية مهمة جدا لأول مرة بتحصل النهاردة، أنه يتم لعب البطولة ديت وانت فاقد لعامل الجمهور، العامل المساعد أن انت تحقق بيه مراكز متقدمة زي ما عملت قبل كده وحققت المركز الثامن. ده ممكن لا قدر الله لا قدر الله يفقد مصر أنها تحقق مراكز متقدمة السنة دي؟ لا ان شاء الله برضو هيبقى برضو كون ان البطوله في على ارض مصر تدي حافز برضو ان ما ينفعش ان انت تخرج بالادوار الدور الثاني او ان انت تبقى المركز بتاعك متاخر. برضو الحماس برضو بيبقى واحد على اساس ان اللعيبه برضو ما ينفعش تبقى موجود بطوله زي دي في مصر وانت يعني برضو بتفرد في بعض المراكز المتقدمة اللي انت ممكن تقف فيها على رجلك. أيوة. وان انت تقدر تقول ان انا ما بين السبع الكبار، وبعدين كده كده البطولة مقامة في ارضك. أي الناس هي فده اكبر عامل الحقيقة. خلي بالك اللعيبة حاسة ان مصر كلها بتتفرج عليها. طبعا مع البطولة ودخول البطولة وان شاء الله يعني ان شاء الله نخش الدور اللي جاي، والاهتمام كمان هيبقى اكبر انا متاكد، واللعيبه جوه الملعب حاسه ان مصر كلها بتتفرج عليها، فده كمان مش هيعوض احساس الجماهير داخل الصاله. لكن هي قصه بس يا كابتن هاني ان احنا طبعا لمسنا حته الجمهور مع طبعاً اللعب جوه الملعب اكيد، فطبعا عامل الجمهور دوت معانا ضد الفرق الثانيه. يعني الفرق الثانيه هياثر على الفرق الثانيه مش هياثر علينا احنا، الحماس هيبقى واحد وكل حاجه ممكن بنعدها ان احنا نفضل نظهر باحسن صوره دي هتبقى موجوده، بس عامل الجمهور ان هو ممكن كان يبقى عامل مؤثر على الخصم. ده حقيقي ده حقيقي. هو كمان نقطه ان لعيبه اول مجموعه اللي موجودين دول معظمهم شباب، احنا غيرنا تقريبا دم الفريق كله. فعندنا مجموعه شباب كبيره، بالنسبه لهم ان هي تتلعب بطوله كاس عالم على ارضه دي بالنسبه له ما اعتقدش ان هو ولا واحد فيهم هيقدر يفرط فيها. كمان بالنسبه للعناصر الشباب اللي هم مواليد 2000 الثلاثه الموجودين دي بالنسبه لهم هم واخدين كاس عالم شباب، فدي بالنسبه لهم حافز كبير جدا ان هو يبقى موجود على ارضه. طبعا ما فيش جمهور اوكي ما فيش مشكله، بس انا بلعب في ارضي بلعب كاس عالم كبير، بالنسبه له دي حاجه هتبقى مختلفه وما اعتقدش ان ولا واحد فيهم هيقدر يفرط فيها. من هنا اخد برضو من كلامك يا كابتن ان احنا عندنا مجموعه شابه وعندنا الحمد لله مجموعه من المحترفين، يعني عندنا مزيج اعتقد كبير جدا ما بين انت منتخب الناشئين حصل على كاس العالم، منتخب الشباب خد ثالث العالم، وعندك احنا كمان عندنا مجموعه سبع محترفين في دول متقدمه على مستوى كره اليد. فالمزيج دوت حضرتك شايفه ازاي، وازاي نستفيد من هذه التوليفه ان احنا نوصل ان شاء الله لابعد نقطه؟ هي بالظبط هي النقطه دي مهمه جدا، ان احنا دلوقتي بقى عندنا موضوع الاحتراف ان اللعيبه تقدر تسافر بره تحترف، وعندنا مجموعه كبيره وعندنا لعيبه في دوريات قويه جدا زي الدوري الفرنسي، عندنا محمد سند واخد احسن وينج رايت في الدوري الفرنسي هداف، فعلي زين محترف في الشارع الاماراتي عامل تقريبا بقى هو دلوقتي رقم واحد في دول الخليج، عندنا كمان كريم هنداوي حارس مرمى متميز جدا، هو ده عنصر الخبرة معاه عصام الطيار معاه حميد يقدروا هم الشباب معاه في ظهره دايما، عندنا مين تاني، عندنا يحيى خالد في فيش بريم المجري ده من اقوى الفرق اللي موجوده في ودودو العالم، بيلعب في فرنسا، ودودو مواليد 2000 لسه برضو ما لسه طالع فرنسا السنه دي بيلعب فيه مع سنة طبعا ومع سند في نفس الفريق، فدي برضو بالنسبه له ان هو يكون معاه واحد مصري لعيب معاه في المنتخب دي بتدي له حافز كبير وبيبقى سبورت ليه في كل حاجه. فاحنا عندنا مجموعه يعني انا شايف ان فتحه الاحتراف في الفترة اللي فاتت دي فادت منتخب مصر، بالتالي ان هو قدر ان كاس عالم السنة اللي فاتت كاس عالم الاخير ان احنا نقدر ناخد ثامن عالم، دي بالنسبة لنا هي دي الكتل البداية ان انت بتلعب على مستويات عالية، الفكر بقى مختلف للعيبة
الاحتكاك بقى اكتر، بقى اعلى في المستويات العاليه دي، فده وضع طبيعي ان انت تبقى موجود على منصات التتويج ان شاء الله في كاس عالم ده. ان شاء الله نبقى من المربع وناخد ميداليه ان شاء الله. ان شاء الله. بالاضافه للي حضرتك قلته كمان ما ننساش يعني دور المدير الفني الاجنبي، صحيح؟ طبعا يعني برضو عامل كبير، صح؟ مدرب اسباني واللي قبليه برضو كان اسباني. نعم. والعامل الكويس ان كابتن مجد ابو المجد برضو موجود معاه. كابتن مجد ابو المجد برضو من الناس الكويسين الممتازين وحصل على بطوله العالم، فدي برضو يعتبر عامل مؤثر في الجهاز الفني على اساس ان هو ينقل برضو الصوره برضو من المدرب للاعبين، وفي نفس الوقت برضو نقل الخبرات بتاعته. نعم. ان هو كان لعيب برضو كويس ومدرب حصل على مركز اول طبعا بطوله عالم، يعني على مستوى عادي جدا طبعا ما حدش يقدر يتكلم فيها، فدي برضو حاجه كويسه ان برضو تدي ثقه للعيبه نفسها. صحيح صحيح. هنخش شويه يمكن مش تحليل فني للمباراه اكتر من انه زي ما حضراتكم قلت كنتوا متوقعين او احنا كنا متوقعين مستوى افضل، لكن نتيجه الظروف ونتيجه بعض الغيابات، وكان مفاجاه بالنسبه لنا غياب احمد الاحمر عن التشكيله في مباراه البدايه، واسلام حسن برضو واسلام حسن كمان. فانت شايف دي كانت يعني رؤيه فنيه انه خلاص هو عارف المباراه او يشتغل على قد المباراه وخلين مخلين برضو الكروت المهمه في ايدينا لمباراه طبيعيه؟ طبيعي يعني كبدايات يعني بطولات كبرى زي كاس عالم او كاس امم افريقيه، المدرب برضو ما بيحبش يرمي كل الورق بتاعه، وبيحاول ان هو يحتفظ بالاوراق بتاعته اللي ممكن تقدر تنجحه في المباريات اللي هي القويه شويه. فهو برضو حب ان هو يشارك بالمجموعه اللي هي كانت اول مره تلعب مع التيم دوت زي دودو وسيف الدرع، وفي ناس طبعا كخبرات يعني ان هي قدرت تنقل الخبرات ديت للاعبين اللي هم اول مره يشاركوا برضو في البطوله دي، فدي كانت عامل كويس ان اخد ثقه كاحساس ملعب وبطوله زي دي على ارضي وبتاع، فان انا تبقى انطلاقه ليا ان انا ابدا ابص على الماتشات اللي جايه بشكل تاني. وزي ما قلت لحضرتك الماتشات اللي جايه ليها حسابات تانيه، ممكن ما تاخدش الاطار اللي هو ان كل اللعيبه تشارك، لكن بيبقى في لعيبه هتشارك بمعدلات معينه. صحيح. وفي تثبيت تشكيل اكيد طبعا في المباراه اللي جايه على اساس ان انا اضمن نتيجه عشان اخش كاول مجموعه او تاني مجموعه ان شاء الله قبل مباراه السويد. فطبعا دوت كل الكلام دوت معمول فنية. حسابه والجهاز الفني برضو زي ما احنا بنتكلم على اساس ان احنا ممكن نحلل حاجه، وحضرتك مثلا ممكن تسال سؤال، هو برضو بيقعدوا يذاكروا مع بعض كجهاز كي. فني، وبيبقى كله بياخد اراء بعض على الترابيزه وكل واحد بيشارك برايه، وفي الاخر بتبقى مهمه الجهاز الفني هي تطبيق الخطه المناسبه يعني. واحنا بنتكلم على الفنيات، هي المباراه اللي جايه لمنتخب مصر امتى؟ يوم السبت. يوم السبت اللي جاي ده، ما احنا بنتكلم بقى مع مقدونيا الشماليه بدات شيء. دي مباراه يعني حساباتها عامله ازاي كابتن عبد الوارث؟ والله مباراه مقدونيا حساباتها هتبقى مختلفه تماما. النهارده كان مقدونيا خسرت من السويد، كانت مقدونيا والسويد كان في المجموعه دي. مقدونيا النهارده ظهرت بشكل متواضع جدا، كان الفريق كبير في الاهداف، فرق 12 هدف تقريبا او 11 هدف. كان ظهرت بشكل متواضع جدا، ده وضع طبيعي ان هي فريق مش متاهل اصلا لكاس عالم، ان هو يبدا يلاقي نفسه في اخر لحظه يبقى موجود في كاس عالم طبعا. ده اكيد فيها كان امبارح بالظبط اللي هو اخر لحظه هو وبعد يوصل وجم لعبوا يعني على طول بالظبط، فهو ده بالرغم ان نفس الحاله لسويسرا، بس سويسرا جت كسبت برضه، في فرق امكانيات لعيبه كمان مقدونيا عامل السن كبير في الفريق كبار، فهو ده اللي اثر عليهم. فماتش مقدونيا انا شايف من وجهه نظري ان هو المفروض منتخب مصر تبقى بدايته اقوى من بدايه ماتش تشيلي، يلعب بالطقم الاساسي بتاعه في البدايه ان هو يقدر يخلص الماتش من البدايه، عشان ماتش مقدونيا تختلف تماما عن تشيلي، عندها خبرات، عندها ناس لعيبه خبره في الملعب انها تقدر تلم الماتش، لكن مش زي ماتش تشيلي ان هو يبقى الموضوع سلس في الملعب.
فدي مهمه جدا عشان ما يحصلش اي ظروف او اي دروبات في في الجيم. فدي مهمه جدا ان هم لازم يبقوا مركزين فيها. انا شايف من وجهه نظري انا بلعب بالقوام الاساسي بتاعي، كل العالم عارف انا مين القوام الاساسي بتاعي. ما فيش حاجه مستخبيه بالظبط، ما بقتش في حاجه مستخبيه، فهو وضع طبيعي ان انا لازم ابدا بالقوام الاساسي بتاعي، اخلص الماتش الجيم بتاعي اخلصه من البدايه، ابدا اشارك المجموعه اللي تقدر اللي انا شايف انها اقدر ادخلها عشان الفتره الجايه تبدا تاخد ثقه في نفسها، تبقى موجوده مع طبعا مش ما يبقاش المجموعه كلها، عشان هو مش هيقدر يعمل نفس اللي عمله في ماتش تشيك ان هو كان بيطلع ثلاث لعيبه وينزل ثلاث لعيبه، فالموضوع ده ما اعتقدش ان هو هيعمله في الماتشات الجايه. مش هيتكرر الموضوع هيبقى صعب الماتشات الجايه. الموضوع في الثانيه بتفرق معانا ماتشات الهاندبول، وده حصل النهارده في ماتش الجزائر والمغرب. ماتش الجزائر والمغرب، المغرب كسبانه طول الماتش 7-3 و4، في اخر دقيقتين الجزائر كسبت فرق واحد. فاحنا هي لعبه الهاندبول مختلفه تماما على الالعاب، في لحظه ممكن صحيح ممكن الدنيا تتغير خالص. لعبه الثواني بالظبط، هي هي دي ما هي دي عندنا طبعا، وخاصه ان احنا المباراه يمكن الاهم هي مباراه السويد، لان السويد تعتبر بطل العالم اربع مرات بطل العالم. انا من وجهه نظري انا بخاف انا بص طبعا السويد طبعا ده اهم ماتش، بس انا اخاف ان انا الفرق اللي ما عملش حسابها انا دي اخاف منها. أكيد. ما ينفعش. لا ما مش انا دي دي من وجهه نظري برضه زي هو طبيعي زي الكوره يقول لك الفرق الكبيره اللعيبه بتستعد بشكل مباشر، واحنا قابلنا الحاجات دي كتير ان انا ببقى نازل مركز في البطوله. كان ليك قبل كده ليا طبعا ان انا في بطولات افريقيه بطولات عالم ببقى نازل ان انا مركز على ماتش مهم بالنسبه لي، الماتش الثاني انا نازل عارف ان هو هيبقى فريق متواضع اللي هو الفريق المتواضع الباد لك بيحصل خلاص. ما الموضوع عندنا كمان في الهاندبول بيبقى الموضوع صعب جدا والنتائج نفسها مع الفرق اللي زي دي، يعني لو فرقه اقل فنيا مثلا وانا جاي هلاعبها بتفرق مع اللاعبين نفسهم. يعني لو انا مدرب وواقف بره الخط ببقى ممكن ابقى قلقان شويه ان اللعيبه بتاعتي ضبط المباراه مثلا كويس ومش عامله حساب الفرقه ومش بتحترم الفرقه اللي فالتخوف بيبقى بيجي من الحته دي. حصلت لك يا كابتن عبد الله في تجربه حضرتك عشتها؟ طبعا حصلت لي وانا لعيب وانا مدرب والله بقاسي ساعات منها كمان يعني دايما عشان تحس بالمدرب اكيد وانت كنت لعيب ما حسيتش بيها غير وانت طبعا ساعات بتبقى مباريات اقل نسبيا من الفرقه اللي انا بلعب معاها، وببقى عامل حساب ان ممكن فرقتي ما تبقاش موفقه على اساس ان هم مش مركزين قوي في الجيم. فبحاول اعالج الحته ديت بالذات، يعني ان انا بشد قبل المباراه شويه بحيث ان الناس تركز شويه وبتاع، بيحصل ممكن دروب اول 10 دقائق نبدا نظبط الامور شويه لحد ما هم يحسوا ان فعلا الفرقه اللي قدامهم نحاول ان احنا ندوس على نفسنا شويه عشان نجاري الجيم ويبقى ماشي في صفنا. ده حقيقي. طيب هنرجع قبل ما نسيب المجموعه ديت ان شاء الله نتاهل، يعني ان شاء الله باذن الله حضراتكم برضو تشرحوا نظام البطوله هيبقى عامل ازاي، لانه مختلف خالص عن مسابقات كره القدم ومسابقات كاس العالم للكوره. ان تقريبا بتاخدوا اول ثلاثه، لكن خلينا نتكلم على ان شاء الله مباراه السويد. انا اعتقد برضو مباراه السويد هل بيفرق السكور ديفرنت سكور، يعني الاهداف بتفرق في ترتيب المجموعات، وبالتالي مهم جدا انك تستغل كل مباراه قادر انك تسجل فيها بعدد اهداف اكتر، هل دي بتحدد مثلا اول وثاني يعني عدد الاهداف؟ عشان كده سالت السكور، فرق السكور نفسه هي بتفرق؟ لا هي بتفرق لو النقط زي بعض والنتيجه بتاعه الفرقتين اللي هم متنافسين تعادل، لكن لو في فرقه فايزه على فرقه ونقط زي بعض بيرجعوا للمواجهات المباشره بين الفرقتين. اوكي. فبيأهلوا اول وتاني على حسب النتيجه المباشره. احنا معانا على التليفون كابتن احمد العطار، احد طبعا المميزين في هذه اللعبه سابقا ونجم ايضا فريق نادي الزمالك الكبير. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك ومنتخب مصر اكيد. ربنا يخليك وسلامي طبعا للحضور والكابتن العظيم كابتن هاني رمزي. حبيبي يا ربنا يخليك يا كابتن، منورنا في البيت الكبير. كابتن احمد من اللعيبه المميزه جدا جدا على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي. كابتن احمد، شايف اولا استضافه مصر لهذه البطوله الكبيره جدا في ظل الظروف
اللي يمكن العالم بيمر بيها شايفها ازاي، وكمان شايف بدايات البدايات الفنية لمنتخبنا في أول لقاءاته في كأس العالم أمام المنتخب التشيلي. هو طبعا كابتن هاني، طبعا سيستم، طبعا العالم كله هيتوقف يعني في لحظة طبعا فارقة. يمكن مصر هي اللي بترسم عودة البطولات العالمية. يمكن شفنا دول كتير كان عندها بطولات تنظيم ابتداء من الأولمبيات لبطولات عالم سباحة لبطولات أوروبا حتى في كرة القدم. كل ده بطولات أفريقيا، كل ده تأجل، وكل يعني الدول خافت تدخل في يعني تدخل في يعني حاجات صعبة جدا. ولكن أعتقد يعني نجحت الحكومة المصرية والقادة السياسيين في مصر إن هم يوصلوا رسالة للعالم، يقولوا للعالم كله لازم نتعايش مع الفيروس، لازم نعمل كل الطرق الاحترازية الممكنة، وبعد كده نعيش حياتنا الطبيعية. لأن طبعا ده مصدر رزق الناس كتير جدا، البطولات والمدربين واللاعبين، والعالم كله ما يقدرش يستغنى عن الرياضة. لأن حتى يعني الرياضة ملهاش أي يعني ملهاش سن معين. فدي رسالة وصلت من مصر للعالم كله، وخصوصا ان 32 فرقة لأول مرة تتعمل بطولة بهذا الحجم الكبير. وطبعا مصر رائدة في التنظيم، لما شفنا حتى بطولة افريقيا القدم رغم ان احنا ما حصلناش عليها، ولكن قدرنا برضو نبعت رسالة للعالم ان احنا في التنظيم على اعلى مستوى. نتمنى لمصر ان هي توفق لنهاية البطولة، وان شاء الله تعدي البطولة بسلام، ليبدأ العالم بقى بعدينا كل اللي عنده بطولة هيستضيفها، سواء الأولمبياد سواء بطولة عالم، يخش بقلب جامد زي ما بيقولوا كده باللغة المصرية، وينظم البطولة ويعمل كل الطرق الاحترازية، والعالم يبتدي يشتغل تاني يعني في كل مجالاته. صحيح، وده يمكن كان كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي كابتن أحمد، أن أنت النهاردة لازم تتأقلم وتتعايش مع وضع جديد اسمه أكيد. كورونا فيروس، فلازم وجب علينا يعني خلاص بات علينا هذا التعايش يعني في ظل هذه الأزمة، وإن احنا نتعامل بقى وخلاص يعني. فأكيد كلام مهم ورسائل مهمة. قرار بقى تفضل. وطبعا الحمد لله نجحنا، والنهاردة لما بنشوف الماتشات بتتلعب، وشفنا يمكن امبارح كان مباراة مصر فقط، النهاردة احنا شفنا كل اللقاءات يعني اتعملت على اعلى مستوى، والناس كلها بتستمتع بالبطوله، والمستويات شايفين مستويات يعني حتى مستويات اللعيبه اللي جايه. يعني شفنا حاجات ورسائل جميله جدا، شفنا المنتخب الالماني قاعد في الهرم وبيتصور والخلفيه بتاعته اهرامات الجيزه. لا، مصر كبيره، مصر كبيره بناسها، ومصر كبيره بقيادتها، واحنا الحمد لله احنا شعب قوي ويقدر يعمل المعجزات. واحنا طول عمرنا البطولات اللي هي الحاجات اللي بتبقى علينا دي بتبقى بالنسبه لنا تملي، احنا بننجح في الحاجات الصعبه قوي يعني يعني الشعب المصري ده ربنا مديله قدرات في الحاجات الصعبه بيخش بيها وبينجح. فنتمنى ان شاء الله التوفيق، ونخش بقى في اللقاء بتاع امبارح طبعا اتمتعنا بيه، وكانت ضربه البدايه طبعا للمنتخب المصري، المنتخب المتكامل الصفوف وعنده بدائل كتيره جدا، قدر ان هو يعني يفوز باللقاء من الشوط الاولاني، فرق 7 أهداف في الشوط الأولاني، وابتدى الشوط الثاني يدي فرصة لجميع اللعيبة. ويمكن طبعا في ناس يعني انزعجت شوية إن السكور ابتدى يقل، وابتدى يعني تشيلي تبتدي تخش في اللقاء. أنا بطمن الناس، لا ما فيش الكلام ده، هو المدرب حب يجرب كل اللعيبة لأن ده اللقاء الأضعف في البطولة في المجموعة، فهو بالنسبة له عايز يجرب كل اللعيبة ويحط بقى من ابتداء من يوم السبت إن شاء الله التشكيل الأساسي للمنتخب المصري، الصف الأول ومين البديل وطرق اللعب اللي هيلعب بيها بعد كده، ويطمئن على بقية اللعيبة، لأن يمكن احنا ما كانش عندنا ماتشات كفاية طبعا في الاحتكاك قبل البطولة. يمكن لعبنا ماتشين فقط مع اليابان وماتشين مع البحرين، فهو كان الراجل عايز يدرب، عايز يطمئن على بقية اللعيبة. وأنا كابتن دايما بقول دايما البطولات الكبيرة خاصة بطولات كأس العالم وكأس أفريقيا، دايما الفرق ما بتبدأش بالتوب فورم بتاعتها، هي دايما دخول البطولات، والمدربين كمان بيتكلموا ان الفورمة او مع دخول البطولة المستوى الفني بيزيد، فده كمان مطمننا ان شاء الله مع
دخول المسابقه والادوار ان شاء الله دور المجموعه ده يعدي ونخش، اكيد المستوى الفني هيزيد بشكل كبير يعني. طبعا يا كابتن هاني كلامك 100% طبعا صحيح، لان البطوله لسه بادئ فيها يعني. منتخب مصر ان شاء الله عشان يوصل للنهائيات هيلعب حوالي 8 لقاءات، فطبعا صحيح. من البدايه طبعا لازم يكون الحمل التدريبي ان هو يخش بالمستوى بنسبه مثلا، ومعروف طبعا الكلام ده من بدري ان ترتيب الماتشات بتاعتنا تدريجيا، فده ان هو بيخش بفورمه يعني بنسبه 60% ويبتدي يعلى طول الماتشات والاحتكاكات اللي موجوده لحد ما يوصل ان شاء الله للنهائيات ويكون وصل لاعلى التوب فورم بتاعته ان شاء الله. لما كابتن احمد المدير الفني قرر ان هو يعني يريح بعض اللعيبه اللي لعبت امام تشيلي، قرار زي ده راي حضرتك فيه ايه؟ ولما اتكلمت كمان عن انه فرق الاهداف يعني بيقل او بيبقى قريب قليل، ده بيكون يعني بيقلق؟ هو طبعا يعني هو بيبقى فيه، يمكن احنا شفناه في الشوط الثاني لما ابتدى تشيلي يتقرب، يمكن خد تايم اوت في الدقيقه 12 كان حتى اجريسيف كمان في الكلام مع اللعيبه، وكان بينبه عليهم ان هو معنى ان هو بيدي فرصه لبعض اللعيبه ان مفيش تسرع، يمكن حصل بعض من التسرع في اللقاء، ابتدى اللعيبه شفنا حسن قداح، شفنا احمد هشام، اللعيبه الصغيره دي لما نزلت عايزه تثبت وجودها، فكان في نسبه تسرع شويه في تخليص الهجمه، فده يمكن عمل طبعا يعني فاست بريك علينا، فابتدى الامور يعني ايه السكور يقرب شويه، فهو طبعا يمكن خد تايم اوت في الوقت ده وابتدى يهدي اللعيبه، وابتدى برضه اثار ان هو برضه لازم يغير، يمكن كان الشوط هو ثبت تشكيل الشوط الاولاني، والشوط الثاني كان فيه تشكيلات كتيره يعني، يمكن في لعيبه كانت تنزل في الثلاث دقائق وتطلع، خمس دقائق وتطلع، ولكن برضه كان في لعيبه مميزه زي اكرم يسري، كان متميز جدا، الخط الامامي بتاعنا كان متميز، سواء بكار، احمد مؤمن، محمد سند، علي دين كمان اشتغل من الخط الخلفي شويه، وكان برضه ظابط الاداء في اللقاء طبعا يحيى الدرع اللي هو طبعا خد مان اوف ذا ماتش، عمل لقاء قوي جدا، وكان صانع اللعب، وكان بيحاول ان هو يهدي اللعيبه، وكان بيحاول ان هو ينظم خطوط اللعيبه ويمشي التكتيك بتاع الفرقه على اساس ما يبقاش فيه حته اللعب الفردي، وده اللي احنا بنقلق منه. بالنسبه لنا النهارده لما شفنا كمان السويد مع مقدونيا يعني اتضح ان فعلا مقدونيا اقل مستوى من التشيك، يمكن التشيك اقوى منها طبعا، وهما يمكن باين ان طبعا فرق 12 هدف كتير جدا في اللقاء فارق، اعتقد ان برضو ده لقاء بالنسبه لنا هيبقى برضو الحمد لله يعني متاح، ومش هنبذل فيه طبعا جهد كبير، ولكن نتمنى ان هو يثبت التشكيل ويبقى كل واحد ياخد الوقت يعني المتاح ليه ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يكرم منتخبنا باذن الله. طبعا بنشكرك شكرا جزيلا كابتن احمد العطار احد اساطير كره اليد، بنشكرك شكرا جزيلا على المداخله في البيت الكبير، وارجع الكباتن مره ثانيه وسؤال ترتيب مباريات المجموعه افاد مصر يعني الترتيب بالنسبه للقوه الفرق ده جاي في مصلحه مصر؟ طبيعي البدايه مع منتخب تشيلي ومنتخب اقل نسبيا من مقدونيا واقل من السويد دي تدي زي صوره تدريجيه لتوالي المباريات بحيث ان انا بصعد بالمستوى بتاع اللاعبين من الاقل للاقوى، فدي طبعا دي اكيد معمول حسابها طبعا برضو ساعه القرعه وساعه التنظيم، ان انا احط المباريات في ميعاد واحد برضو، ان احنا طبعا كبلد منظمه ليك الحريه بتاع ان انت تحط الميعاد اللي يناسب الفرقه بتاعتك، دي برضو افادت الفريق كويس طبعا ان هي تثبت التوقيت وفي نفس الوقت بصعود المباراه التدريجية. قبل لا خلاص اتفضل. قبل ما نسيب المجموعه بتاعتنا كانت التشيك اقوى من مقدونيا ولا مقدونيا كانت لا يعني لا وضع طبيعي طبعا ان التشيك اقوى طبعا أقوى. هي موجوده كانت اوريدي متاهله لكاس العالم الحمد لله انها اعتذرت هي هي الظروف بتخدم في اوقات كتيره ان احنا نبقى موجودين وبالشكل ده مع المجموعه بتاعتنا
مع التغييرات اللي حصلت ما بين التشيك وماكدونيا، دي حاجة طبعا في صالح المنتخب، وان هو ان انا ابدأ الماتشات بتاعتي تدريجيا دي حاجة طبعا في صالح منتخب. وضع طبيعي ان انا اي بطولة باجي اي فريق بيبدأها، وضع طبيعي ان هو لسه ما بياخدش احساس البطولة، لسه الاجواء لسه ما دخلش فيها اجواء الماتشات، كمان بالظل الكورونا اللي احنا فيها، فده طبعا اثر تأثير قوي جدا. فدي انا شايف ان هي طبعا خدمتنا ودي في مصلحة المنتخب، وان شاء الله المستوى يبدأ يعلى واكتر واكتر ان شاء الله. بتفرق كمان في مستويات اللاعبين على فكرة، يعني مستويات اللاعبين نفسها من التدريب طبعا اقل للاقوى، وزائد اللي احنا كنا بنتكلم فيه العامل بتاع اللعيبه الاقل في السن، ان احنا نبدا او المره يلعبوا بطوله العالم، نوصل لهم الخبرات بتاعه اللعيبه اللي هم الكبار اللي متثبتين في منتخب مصر بقالهم فتره، دي بتفرق طبعا كبير على اساس ان هم ياخدوا دفعه، وفي نفس الوقت ما يبقوش خايفين مثلا مع تولي مباريات بعد كده. طيب الخطوه ان شاء الله ربنا يسهل، وباذن الله كلنا ثقه منتخبنا هيعدي ان شاء الله، ويبقى ان شاء الله يكون اول مجموعه، لان هتفرق انك اول مجموعه طبعًا. من تاني مجموعه طبعًا. من ثالث مجموعه. الخطوه اللي بعديها هتبقى ايه ان شاء الله بعد تاهلنا؟ يعني ان شاء الله باذن الله احنا بنلعب المجموعه بتاعتنا، بعد ما بنصعد بنروح للمجموعه الثامنه اللي فيها سلوفينيا وبيلاروسيا وكوريا وروسيا، بنلعب ثلاث مباريات مع المجموعه دي اللي هي الثامنه. المجموعه الثامنه بنلعب ثلاث مباريات، بنصعد بالنقط بتاعتنا من المجموعه بتاعتنا، وبنلعب ثلاث مباريات مع المجموعه دي، وبنصعد بعد كده للدور الثاني مع بنقابل المجموعه الثانيه بقى على حسب الترتيب من المجموعات الثانيه. سمعت ان سلوفينيا عامله ماتش رائع وكسبانه فرق تقريبا، عملت 50 جول تقريبا او اكتر من 51 29. فبرضه ديت من الحاجات اللي لازم اعتقد المدير الفني بيقول للعيبه ان احنا الستيج اللي جاي كمان الامور بتبقى اصعب. سلوفينيا من الفرق اللي عامله مفاجاه لغايه دلوقتي بالمستوى، مستوى الاداء اللي ادته. هو بالظبط، ان انا الطبيعي الوضع الطبيعي ان هو اي فريق بيبقى داخل او اي منتخب بيبقى موجود في البطوله، احنا بنقول عندنا في الرياضه اللي هو لازم اسمع. أيوة. في لقطه لازم اسمع بيها، هم سلوفينيا عملوا اللقطه ان هم بيسمعوا يا جماعه احنا موجودين، احنا موجودين بقوه، ابداوا اقلقوا. فهي دي اللي سلوفينيا عملتها، وطبعا سلوفينيا من الفرق المحترمه جدا اللي بتلعب هاندبول. هو احنا ممكن نقول ان هو شبه اللعب المصري شويه، مش اللعب الاوروبي. أوكي. اللي هم طبعا عشان اللعب الاوروبي بيعتمدوا على الاجسام واللعب مختلف تماما، هم عندهم الهاندبول لا مختلف. عندهم المهاره بتبقى اعلى، غير اللعب اللي هو زي المانيا فرنسا بعيد عن اللعب الاوروبي شويه. بالظبط. يعني اللعب الاوروبي بيبقى لعب بس البرازيل. أيوة. في الكوره يعني. ايوه بالظبط كده، هو الفنيات بتبقى بتبقى اعلى شويه. فدي انا شايف ان هو مقابلتنا لسلوفينيا هيبقى ماتش صعب جدا، شايف من اصعب الماتشات اللي احنا ممكن نقابلها في البطوله كلها. والله سلوفينيا من الماتشات هتوقف عليها حاجات كتير يعني زي كده. وبالنسبه لينا احنا في المجموعه برضو بتاعتنا مباراه السويد برضو، نقدر ندي رساله للفرق الثانيه ان احنا جايين. رساله عن طريق السويد الموضوع. كنا ادينا الرساله في المباراه الاولى. لا، واحنا فينا حاجه كويسه يعني، احنا مباراه السويد بالذات يعني ممكن بنلعب عليهم كويس. وفي التاريخ برضو بتاع منتخبات الشباب والناشئين احنا برضو يمكن بنعرف نلعب معاهم، متفوقين في بعض المباريات عليهم. كان معنا السويد في دور الثمانية في كاس عالم للشباب 2015 في البرازيل، وكسبناهم وصعدنا لدور الأربعة بعد كده. طب خير يعني ان شاء الله الموضوع. وحضرتك زي ما بتقول دايما للفرق الكبيره بتلاقي اللعيبه من نفسها بتستعد ومركزه. بيبقى الشكل وضع طبيعي اللعيبه. هو سؤال فني شويه. بنتكلم على سلوفينيا، دايما بنقول الخط في الكوره، بنقول الخط الهجومي خط متميز. هل الخط سلوفينيا باستقبالها 29 هدف خلال المباراه نقدر نقول ان هو عندهم مشاكل دفاعيه شويه؟ هو لا، بالنسبه ل 29 مباراه وانت 29 هدف قصدي سوري، وهو جايب 51 هدف. الموضوع كبير، وشايف ان هو الموضوع كان
كانت المباراه كانت الريتم سريع. فعلا ان هو اجيب 51 جون. هو انا شايف ان سلوفينيا هي مركزه على الريتم السريع. بدايه كاس عالم بتلعب اول ماتش ليها، هي بتشتغل وطول عمرها هي ريتم الفاست بريك سريع جدا. سلوفينيا دي مدرسه يعني، دي مدرسه، دي المدرسه بتاعتهم دايما ماشيه كده، اللي هو كل حاجه سريعه، فاست بريك، تنهي الهجمه بسرعه بالظبط. فهي دي اللي بيبقوا شغالين عليها. فهو ده اللي باين في المباراة، ان هو يقدروا يجيبوا 51 جون، 29 هدف طبعا كتير بالنسبة لو المباراة ماشية الريتم يعني الطبيعي. احنا لو حسبنا المباراة يا كابتن هاني هنلاقي احنا جايبين 80 جول في 60 دقيقة. اجمالي الهجمات هنا وهنا، ريتم فظيع. فيعني يعتبر هجمات معدلها عالي جدا، وفي نفس الوقت الهجمه ما بتقعدش كتير، مباراه سريعه. فاست بريك يعني، يمكن الهجوم السريع اللي طاغي عليها شويه، مفيش التحضير الكتير، مفيش توقفات كتير، الدنيا اتغيرت هجمات او لعبه منظم. الهاندبول بقى بدا دلوقتي اتجاه السرعه، ما بقاش اتجاه، مش شرط ان هو يبقى فيه اجسام، مش شرط ان هو يبقى فيه، لازم اخلي الريتم يبقى بطيء واشتغل بتكتيك اشتغل. بقت كل الهاندبول دلوقتي اختلفت تماما، كلها سرعات، كلها ثنائيات، ما بقاش فيه اللي هو زي ما بنقول اللي هو اللي الدنيا بتمشي واحده واحده، ان هو ببدا احضر ببدا اجهز، ما بقاش بقى فيه سرعه، ما بقاش فيه دلوقتي الموضوع تحضير كتير، الريتم بقى اسرع دلوقتي كتير، بقى دلوقتي خلاص الهاندبول دخلت في الريتم ده خلاص، ما اختلفت تماما عن الفترات اللي قبل كده. سلوفينيا قلقانين منها، في منتخبات تانية سريعا جدا عشان عندنا فاصل بس في اسم واحد او اثنين، ان شاء الله نعدي المباراه سلوفينيا باذن الله. بعد الفصل لسه مستمرين مع حضراتكم في البيت الكبير. بنرحب بحضراتكم مرة تانية في البيت الكبير، لسه بنتكلم عن الحدث الأبرز، الحدث العالمي والتاريخي اللي بينظم على أرض مصر، مونديال كأس العالم لكرة اليد من 13 يناير ل 31 الشهر. طبعا بنتكلم عن تنظيم مشرف جدا، صورة أكثر من رائعة. معنا دلوقتي على التليفون الكابتن خالد فتحي نائب مدير هذه البطولة. برحب بيك يا كابتن خالد، وألف ألف مبروك على هذا التنظيم المشرف والصورة دي. مساء الخير يا فندم، وسلامي طبعا للجميع وكل اللي موجودين في ضيوف حضرتك، هم نادي الأهلي الكبير طبعا في كرة اليد، وكابتن هاني رمزي أظن، وشكرا ليك ولقناه النادي الاهلي. اهلا بيك، مشرفنا طبعا الكابتن محمد عبد الله والكابتن محمد عبد الوارث، طبعا اساطير كره القدم، وبنرحب بحضرتك في اليد. اليد اسف معلش. بنرحب طبعا بحضرتك في قناه النادي الاهلي، وزي ما قالت سهام تنظيم اكثر من رائع في ظروف استثنائيه. بنبارك لحضرتك وبنبارك لكل من ساهم في هذا التنظيم، وعايزين نعرف من حضرتك خلاص بعد التنظيم وبعد يعني الحمد لله فوز منتخبنا بأول مباراة، اللي جاي خلال التنظيم استعداداتكم إن شاء الله بإذن الله لغاية 31 يناير نهاية البطولة، الاستعدادات ماشية إزاي والإجراءات ماشية إزاي في الفترة اللي جاية؟ هو أنا الحمد لله النهاردة وصلت جميع الفرق، كان آخر فريق البحرين وصل الساعة 8 وكل الفرق موجودة، وطبعا اليوم اللي حضرتك عارف اليوم يعني أول ثلاث أيام في البطولة بيبقوا أصعب ثلاث أيام، لأن المباريات بتشتغل في كل الصالات وفي توقيت طبعا الساعة 7 والساعة 9 ونص، والفرق بيحصل تكنيكال ميتنج الصبح وبيراجعوا كل الباسبورات وكل التسجيل والكلام دوت. فأول ثلاث أيام في البطولة هي طبعا أخطر ثلاث أيام من كل الدنيا حتى الأمور تستقر. الحمد لله الأمور ماشية دلوقتي، طبعا عملنا طبعا النهاردة بصراحة إنجاز تنظيمي رائع، إن فريق سويسرا وصل الساعة 4 الظهر في المطار، خلصت الإجراءات بتاعته، كل الإجراءات الطبية، خلصت الإجراءات الجوازات والكلام ده، وخد الأوتوبيس وطلع على صالة دكتور حسن مصطفى في اكتوبر، ولعب المباراه مع النمسا وكسب كمان، وده طبعا يعني كان هم انت عارف حركة سويسرا دخلت مكان امريكا صحيح، ودخلت في اخر وقت ووصلت في اخر وقت، بس الحمد لله الجدول مشي مظبوط ومفيش حاجه تاثرت او حصل اي تاجيلات، وهم حتى نفس سويسرا يعني شايفين ان اللي حصل ده حاجه هايله جدا. انجاز كابتن طبعا خالد، ايوه انا عايز اتكلم في كده، انطباع المنتخبات طبعاً.
اللي بتشارك النهارده في هذه البطوله ايه، وكل ما ينشر على وسائل الاخبار العالميه اكيد حضرتك يعني والمنظمين كمان يعني اكثر حرصا على رصده. كلمنا عن انطباع المنتخبات دي لحد دلوقتي، خاصه كمان في ظل الاجراءات الاحترازيه اعتقد اللي بتتم على اكمل وجه من المطار لحد فندق الاقامه لحد الصالات طبعا اللي بتقام فيها اللعبه. هو طبعا حضرتك عشان عارفه نظام البابل سيستم ده او الفقاعه، ان من اول ما توصل الطياره بيخش الاتوبيس لغايه سلم الطياره. والله وبياخد اللعيبه من الطياره على الاتوبيس فورا، وبناخد الجوازات بتاعتهم، بنكون احنا محضرين كل التاشيرات والارقام الجوازات وكل حاجه. وبتاخد الجوازات في كيس معقم وبتتعقم وبتروح على الجوازات تتختم وتخلص الاجراءات دي كلها، وفي نفس الوقت بتعمل لهم حاجه اسمها الرابيد انتيجين تيست في الاتوبيس، بحيث ان بسرعه ما حدش بيطلع من المطار غير لما يكون اوريدي جاي نيجاتيف، والتيست بتاعه السريع اللي احنا بنعمله نيجاتيف، يعني بيبقى معاه بي سي ار تيست وبنعمله كمان تيست في المطار سريع. هايل. بعدين بيتحرك الاتوبيس ويخرج على البوابه، تكون الجوازات انتهت، يطلع على الفندق مباشره. اول ما بيوصل الفندق بتعمل له بقى فول بي سي ار، ويقعد في الاوضه 6-7 ساعات لغايه لما تطلع نتيجه البي سي ار، يبتدي بقى ايه يتحرك، ثم كل 48 ساعه في بي سي ار. فكل الحركه بتبقى من المطار للفندق للمباراه للتدريب. طبعا الفنادق كلها واخدينها يعني اكسكلوزيف، مفيش جيست، مفيش اي حاجه، كل فريق كل فريق ليه مكان معين للاكل. وهلما جرب افصل فيه الاجراءات، طبعا في جوه الملاعب حاجه اسمها ريد زون، محدش بيخشها غير اللي جوه البابل. النهارده طبعا حصلت حاجه ثانيه، انا طلع قرار نهائي كمان من الدكتور حسن صفا ومن معالي الوزير اشرف صبحي وكده، حفاظا على الناس، ما يبقاش في اي حد موجود في الصالات نهائي غير الناس اللي جوه البابل فقط. مفيش حد يعني من العاملين اللي موجودين حتى اثناء المباراه وبعد التعقيم والتفعيل بتاع الريد زون، كله بيطلع بره، وتكون اللعيبه موجوده بس مع الناس اللي هي موجوده داخل البابل وداخل حفاظا على يعني كل سلامة يعني وصحة اللعيبة يا كابتن. سلام. ده القرار ده النهاردة. لا حقيقي يعني تحية ليكم ولحضراتكم على المجهود الرائع، لأن الموضوع مش سهل خالص. يعني أنت بتتكلم على 32 دولة، طبعا بتتكلم 31 دولة غير مصر، لكن بتتكلم على إجراءات قوية جدا، بتتكلم على سيستم. أعتقد كمان في الفترات اللي جاية أعتقد بعض الدول ممكن تستعين بهذا السيستم لتطبيقه في تنظيم بطولات عالميه. فاحنا طبعا من البيت الكبير من قناه النادي الاهلي بنشكر حضراتكم كل من ساهم في هذا التنظيم وهذا المجهود الرائع لظهور مصر بشكل اكثر من رائع على الساحه الدوليه، وان شاء الله كل ده يتوج باذن الله كمان من الناحيه الفنيه، ان مصر باذن الله تكون في ابعد نقطه وتصل للمباراه النهائيه. طبعا الاستاذ خالد فتحي مدير البطوله بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا في قناه النادي الاهلي. شكرا جزيلا ليك كابتن خالد. بنتكلم على كمان الصالات اللي بتجمع هذه اللعبة. احنا عندنا 4 صالات تقريبا مغطاة، صالة استاد القاهرة، صالة دكتور حسن مصطفى طبعا في اكتوبر، العاصمة الإدارية، وبرج العرب في اسكندرية. كلمنا كابتن عبد الله عن هذا بقى، الصالات والبنية التحتية برضو، وشيء يعني كمان بيمثل أكثر راحة واستقرار برضو بالنسبة للعيبة والمنتخبات اللي هتشارك وبتلعب اللعبة دي، كلمنا عنها. والله هو كان من البداية يعني كان في طبعا توجه من القيادة السياسية بالنسبة عن طريق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، نعم، ودكتور مصطفى مدبولي وسيادة الوزير أشرف صبحي، بأن المبادرة اللي هتتم عشان يتعمل بيها الصالات دي لتنظيم كأس عالم في مصر 2021 يمكن تمت فترة بسيطة بسيطة جدا يعني بالنسبة لكم الصالات اللي هو بيتعمل دوت. فده طبعا ساعد كتير وخلص حاجات كتير ممكن كانت تقف عائق لو البطولة مش موجودة في مصر.
يمكن طبعا سهلت امور كتير بالنسبه للفرق المشاركه. نعم. زائد برضو الـ 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 الساعه بتاعه الصالات نفسها يعني برضو تخدم اي بطوله بغير كاس عالم كمان. هاندبول يمكن احدثهم الصاله الرياضيه في العاصمه الاداريه الجديده. اول مره يعني عندنا صاله استاد القاهره 17500 متفرج، وصاله بتاعت العاصمه الاداريه 5200، وواحده 5400، 4500، وصاله برج العرب برضو نفس الكلام حوالي 5000 وشويه، فدي 7000 وشويه سوري. فدي ساعدت طبعا على ان يبقى في بنيه تحتيه موجوده في مصر ان هي ممكن تستضيف اي بطوله بعيد عن كاس العالم، وان هي تخدم المنتخبات لمدى بعيد الفتره اللي جايه. دايما البنيه الاساسيه كمان بتبقى حضراتكم المهتمين والناشطين في مجال كره اليد كمان بتبقوا سعداء بالكلام ده على صعيد المدربين. ده بيساعدك ان عندك بدل ما تسافر بره، لا انت عندك مكانك في بلدك مهيئ بكل حاجه. ممكن استضيف الفرق اللي بره، اجي العبها هنا عندي لان عندي امكانيات تفوق اي بلد من اللي انا ممكن اسافر. فده كمان دايما البنيه الاساسيه دايما بصراحه يعني بدايه من ملاعب كره القدم والاستادات العظيمه اللي بناها طبعا القياده السياسيه مهتمه جدا بالرياضه لانها قطاع كتير جدا، زائد التطور كبير. زائد التطور اللي حصل في صاله استاد القاهره، فوق الوصف بصراحه. يعني كامكانيات وتغيير صالات، تغيير ارضيات وتغيير اوض لبس وحاجات من دي، يعني حاجات فعلا على المستوى الاوروبي الواحد ممكن يتعايش معاها. يعني طبعا الكابتن محمد، وانت بقى خبراتك كلاعب، وطبعا انت في مجال التدريب، عايز نتكلم على لما يكون في لاعب زي يحيى الدرع بيكون مان اوف ذا ماتش، المكاسب اللي عايزين نطلعها من مباراه. كانت مباراه انت شايف فنيا ما كانتش مناسبه، لكن دايما عايزين نطلع الايجابيات. ايه حضرتك شايف الايجابيات اللي ممكن يعني نستخلصها في مباراة امبارح ونستفيد منها على المدى القريب بإذن الله؟ هي أنا شايف الإيجابيات إن في ظهور أكرم يسري ده لعيب وينج رايت نادي الزمالك، ظهر بشكل مشرف جدا بمستوى قوي جدا. ده بالنسبة لنا إن هو البديل بتاع سند، إن هو يظهر بالمستوى ده كمدرب هو بيبقى مطمن. محسن رمضان نفس الكلام، الباك رايت النادي الاهلي نفس الكلام، ظهر بنفس المستوى، بس طبعا هو كبدايته لسه الخبرات ما وصلتش. طبعا. فظهر برضو بشكل كويس ان هو يبقى موجود مع يحيى خالد، مع احمد الاحمر. بعد رجوع احمد الاحمر عرفنا ان هو كان عنده شويه اجهاد من ماتشين اليابان، فعشان كده المدرب ما شاركوش في المباراه دي. لسه عندنا اسلام حسن سنتر هاف في النادي الاهلي، ده من قوام الاساسي المنتخب، ده مع الدرع، مع يحيى الدرع. طبعا الاثنين دول بيبقوا يعني يعتبر بالنسبه للسنتر هاف اللي هو العقل المفكر للفريق، هو طبعا متكامل وجاهزين 100%. عندنا اللي ظهر علي زين مستوى كويس جدا، بغض النظر ان هو لسه برضو ما وصلش للتوب فورمه بتاعته. اكيد بس في عندنا بكار عمر الوكيل وينج ليفت نادي الزمالك، ظهر بشكل كويس جدا. في كمان دودو، الحمد لله ايجابيات كثيره. في دودو الوينج ليفت برضو نفس الكلام، يعتبر عندنا الوينجات ما عندناش مشكله فيهم. اوكي. وهم دول بيبقوا مفتاح الفريق للسرعات، للفاست بريك، الجون السهل اللي احنا بنقول عليه اللي احنا محتاجينه واللي الهاندبول وصلت ليه دلوقتي. فهي دي طبعا انا شايف ان في مجموعه كبيره ظهرت، وده الايجابيات اللي احنا مستنيينها مع ظهور العناصر الخبره اللي هتطلع تبقى موجوده. لسه طبعا الشباب قداح دودو سيف الدرع هم لسه برضو بالنسبه لهم لسه الرهبه واخداهم، لسه الموضوع بالنسبه لهم طبعا ده وضع طبيعي. كاس عالم طبعا. طبعا بالنسبه لهم كاس عالم، بس انا شايف ان هي الفتره الجايه لا هيبقى ليهم دور كبير وهيبقوا من القوام اللي موجودين اساسا، ودي هتفرق معاهم البطوله دي كمان. طبعاً اكيد بالنسبه لهم. بس في بعض اللعيبه مش هتشارك في المباراه اللي جايه، صح؟ اللي اعتمد عليها المدير الفني في مباراه تشيل اللي فاتت. على حسب الجيم نفسه، احنا عندنا بره 16 لعيب موجودين على الدكه، انت ممكن حضرتك تستعيني باي حد خلال المباراه.
في عندنا بره تقريبا 4 لاعبين موجودين بره القايمه. دولت ممكن نستفيد ب2 في الدور الثاني، احنا ممكن نطلع 2 من 16 ونحط 2 مكانهم. في تبديل يعني، في تغيير في ما بين الادوار. في تغيير الادوار بيبقى في الاتحاد الدولي بيبقى سامح ان ممكن اي لاي منتخب ان هو يحط احلال وتجديد في كل دور. يعني هم كمان سهلوا عشان موضوع كورونا، عشان لو حصل اي ظرف فتحوا الموضوع ان هو تقدر تغير العدد. ممكن تستعين بالاثنين لعيبه بره بدل 2 من ال 16 لاعبين على حسب ما انت شايف كمدرب، ان انت ممكن تحتاج ناس من اللي بره على حساب الناس اللي موجوده. في كان في بعض الايجابيات الكابتن محمد قالها، حضرتك شايف المباراه اللي فاتت ايه بعض السلبيات؟ والسؤال الثاني، ان دايما يعني في لغه كره اليد يقول لك الحارس المرمى 50% من قوه الفريق. والله هو اللي كان باين قبل كده في المشاركات بتاعه المنتخب المصري على مدار البطولات اللي فاتت، ومنها يمكن اخر بطوله وقبليها كان كاس امم افريقيا 2016 هنا في مصر. كان المشكله اللي عندنا الاجنحه، ان احنا ما عندناش الجناح اللي هو ممكن يصنع الفارق في خلال المباراه كلها. فاحنا كنا بنحاول ان احنا بنغير كذا لعيب في المكان ده، لان احنا ما عندناش ممكن لاعب اساسي ولاعب ممكن يبقى بديل معاه على اساس ان يبقى في منافسه بينهم او الشكل اللي بيبقى متقارب في الاداء. البطولة دي طبعا ظهر عندنا عمر الوكيل وعندنا دودو احمد مؤمن صفا ماشيين كويس جدا بقالهم فترة، وعمر الوكيل بالذات شغال بقاله فترة كويس جدا ومحتفظ بمستواه. الناحية التانية في سند واكرم يسري، الاثنين برضو ما يقلوش عن بعض، مع ان سند يعني محترف واكرم موجود هنا، لكن انا يمكن اكرم من الناس المهاريه اللي قالت ان هي موجوده يعني في الفترات اللي فاتت، في الكام سنه اللي فاتوا. وهو لعيب على فكره كان مواليد 94 وكان موجود مع منتخب الشباب اللي احنا كنا ماسكين تدريبه في كاس العالم للشباب في البرازيل، وأدى وأثنى برضو على الدور اللي هو إحنا أثنينا على الدور اللي هو كان بيقوم بيه. وكان معاه برضو يحيى الدرع، وكان الكاس العالم اللي بعديه 2017 في الجزائر كان محمد عصام الطيار، هو طبعا كان موجود من الجيل دوت. ويليهم بقى بعد كده جه سيف الدرع ودودو وحسن قداح في البطولتين اللي فاتت. كله قدامك يعني نقدر نطمن نقدر نعتمد على الشباب دولت فعلا ان هم يعملوا اسم مصر في الكام سنه اللي جايه. يا رب كل التوفيق لمنتخب مصر. بشكرك جدا كابتن محمد عبد الله. شكرا جزيلا كابتن محمد عبد الوالد. كابتن عبد الله طبعا بنشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله باذن الله هنتابع مع حضرتك ونتمنى التوفيق. كابتن محمد عبد الوارث يعني بنشكرك على وجودك معنا في البيت الكبير، وان شاء الله نتابع وكل التمنيات لفرقتنا ان شاء الله للوصول لابعد نقطه. شكرا لك. كل التوفيق للنادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي ان شاء الله. دي كانت نهايه حلقه نهايه الاسبوع ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يوم الاحد نشوفكم من 10 لواحدة، وان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراته امام البنك الاهلي يوم الاحد ان شاء الله باذن الله. يوم جديد من البيت الكبير يوم الاحد. تصبحوا على خير.